معقولة يامّا؟ البيت كله ما فيهوش ولا لقمة؟ ده مش البيت بس يا رمضان، ده العزبة كلها ما فيهاش أكل. أمال أنت كنت بتلغي إيه من شوية؟ ده سندوتش ناشف من إمبارح، قلت أكله. ده ناشف ناشف يامّا، أنا قلت لك لا الناشف بتعبني، أو أي حاجة غير بقى طعم بقي. أنا أكلته بقى خلاص يا رمضان. أكلتي كله يامّا؟ أيوه يا ابني، أنا كنت هفتانة. هفتانة؟ ما أنت طول عمرك هفتانة. ماشي يامّا. بالهنا والشفا. صحيح، ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجلك. هنعمل ايه يا ريس؟ يا ريس الخزين اللي عندنا خلص، والله خلص يا ريس. لو كان عليا انا اتحمل الجوع، لكن العيال ما تقدرش. والنبي يا ريس شوف لنا حل، والنبي حاضر. شوف لنا حل للمشكله دي والنبي يا ريس. حاضر، ربنا يقدرني. ربنا يخليك يا ريس. شكرا يا ريس. ايه ده؟ بتعملي ايه في الزباله؟ الجوع كافر يا ريس. لا اله الا الله. خدي اتصرفي بالفلوس دي. مش عايزه فلوس. اعمل بيهم ايه؟ انا عايزه حاجه اكلها انا وعيالش. عرفه، عاجبك الحال اللي العزبه بقت فيها يا استاذ عرفه؟ عايز نعمل ايه يعني؟ اروح ابوس ايديهم واقول لهم تعالوا انهبونا؟ لا، عايزك تحكم عقلك، تبطل الغرور اللي انت فيه ده. انت السبب في اللي بيعملوه فينا. الناس كلها ذنبها في رقبتك يا عرف. انت عبيط ولا بتستعبط؟ مش عارف الشركه عايزه مننا ايه؟ عايزين ياخدوا البحر ويصيعونا، عايزين يبلعوا عزبه جنديه ببطنهم. واديك اتصدرت له. كانت النتيجه ايه؟ جوعوا العزبه كلها، والله اعلم ناويين على ايه تاني. يقدروا ياخدوا مننا اي حاجه الا الكرامه. الجوع ملوش كرامة يا عرفة. الناس بتشكي في الشوارع والعيال بتصرخ في البيوت بالجوع، وانت السبب يا عرفة. قبل ما تخطو أي خطوة كان لازم تعمل حسابها كويس قبل ما تغرق روحك وتغرقنا معاك. وناوي تعمل ايه يا ابني؟ أعمل ايه يعني؟ أنزل أجيب لهم أكل كباب في اسكندرية. يابا أهل العزبة دول أهلنا، ما ينفعش كده نفضل نقف نتفرج عليهم، هما بيموتوا من الجوع ما نعملهمش حاجه. خليهم يدفعوا ثمن وقفتهم مع عرفه، هما اللي اختاروا. يابا ايه دخل عم عرفه في الموضوع ده بس؟ عم عرفه راح فين؟ انا بصراحه يابا مش عايز اقول لك يعني عشان ما اكدبش عليك. ايه ده؟ وقفت ليه يابا؟ بصراحه مش عايز اكدب عليك. انزل يا ابراهيم. انزل ايه يابا؟ انت مش رايح اسكندريه؟ انزل يا ابراهيم وسلم لي على بنت عرف. انزل يلا يلا. الشركه من بجاحتها يا توا كدبت على الموقع الرسمي بتاعها انهم مسؤولين عن تجويع العزبه. طب هما كده هو يبقوا مهتمين باللي بنكتبه على النت؟ لا طبعا، دول بيحاربونا وبيعتبروا ان احنا بنسيء لسمعتهم وعايزين يحاسبونا بالقانون. ده على اعتبار ان الاخبار اللي احنا بنقولها اخبار متلفقه. بيكذبوا كده ويصدقوها؟ لا يا توقع، ده تضليل متعمد. الناس دي فاكره ان العزبه مكان معزول ومحدش هيقدر يوصل لهم ولا هيوصل للحقيقه. بس انا بقى محضر لهم مفاجاه. مفاجاه ايه يا ابراهيم؟ في اكتر من موقع على النت هينشروا الحقيقه وهيفضحوا الشركه وهيقولوا ان هم مسؤولين عن تجويع العزبه. تفتكر ده يجيب نتيجه؟ اهو ده اللي بايدينا ونقدر نعمله. انا جوعت، ما تيجي نطلب حاجه؟ ماليش نفس.